اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ايها الاحبه ما اجمل نعمه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والله احبتي في الله كثير منا محروم من هذه النعمه طبعا الملحدون لا يعلمون ولم يتذوقوا نعمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر أخي الحبيب إلى هذه الآية لها تركيبة عجيبة جدا، وهي آية فريدة في القرآن. وصياغتها فريدة، وأسلوبها فريد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني الان الان انا اجلس هنا امامكم وطبعا انت اخي الحبيب تستمع الي الان في هذه اللحظه هذا الملك سبحانه وتعالى مع مليارات الملائكه طبعا الملائكه وما يعلم جنود ربك الا هو والاحاديث التي تحدثنا عن اعداد الملائكه اعداد كبيره جدا اكبر من من المخلوقات واكبر من البشر اعداد كبيره جدا من الملائكه طب كل هؤلاء يصلون على النبي نبي هو واحد صلى الله عليه وسلم الله وملائكته بما فيهم سيدنا جبريل وملك الموت والملائكه الكرام وحمله العرش يصلون على هذا النبي يعني ما هذه المنزله العظيمه التي استحقها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم النبي ايها الاحبه استطيع ان اقول لكم من خلال هذه الايه فقط يجب ان يكون حيا لان الصلاه صلاه الله هي رحمته بهذا النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله هي رحمة رحمة هذا النبي. وصلاة الملائكة الدعاء لهذا النبي. كذلك صلاتنا على النبي هي دعاء له. بعض الملحدين قال انظروا إلى المسلمين يصلون لنبيهم جهل نحن نصلي على النبي وليس له فرق كبير ان تصلي لله للخالق عز وجل ان تتوجه للخالق بعبادتك وصلاتك وسجودك وركوعك فرق كبير بين العباده والصلاه لله وبين الصلاه على النبي اي انني ادعو لهذا النبي بالرحمه هذا معنى الصلاه على النبي انا عندما اصلي على النبي اخصه بدعائي له صلى الله عليه وسلم لانه لولاه ما هو مصيري انا وانت اليوم؟ كنا سنتبع الكتب المحرفه والافتراءات والاساطير والتزوير وربما نكون في عالم الملحدين، لان هذه الكتب الموجوده ما تسمى بالكتب المقدسه غير منطقيه ولا تتفق مع العقل والمنطق ولا تتفق مع العصر الحديث. وبالتالي ربما معظمنا ينجرف نحو الالحاد لولا هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام لذلك الله عز وجل امرنا ان نصلي عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لذلك نحن نقول صلى الله عليه وسلم وبالتالي اخي الحبيب يعني انا احببت ان اتامل هذه الايه اليوم ايه فريده من نوعها فعلا الان الان وانا احدثكم هناك هنالك ملائكه عددها لا يعلمه الا الله يدعون للنبي ويصلون عليه ويدعون له بالرحمه ويستغفرون له صلى الله عليه وسلم والله عز وجل من فوقهم ايضا يرحم هذا النبي صلاه الله على نبيه هي رح رحمته به عليه الصلاه والسلام لذلك اخي الحبيب هذه النعمه يجب ان تتذكرها، هذه الايه يجب ان تحفظها اكثر من اسمك ان الله وملائكته يصلون على النبي وانظر الى الملائكه لم يقل المخلوقات لم يقل الكائنات قال وملائكته لماذا لان هؤلاء الملائكه هم اطهار لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكه لا يرتكبون ذنبا هم مطهرون يعني انظر الى الى القيمه الكبيره التي استحقها نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم. طب الا تتمنى ان تكون مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لتدخل معه في هذه الرحمات؟ اذا صل على هذا النبي. اكثر من الصلاه على النبي، ولكن كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نجلس ونقول: اللهم صل على محمد اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني هل نقول هذا مثل ببغاء لا يا أخي يجب وأنت تقول اللهم صل على محمد أن تتذكر هذا النبي كيف صبر كثيرا لم يصبر نبي مثله صلى الله عليه وسلم اكثر مخلوق في الكون صبرا هو النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر مخلوق صبر على اذى الناس هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. اكثر مخلوق تواضعا في الكون هو النبي صلى الله عليه وسلم. اكثر مخلوق من البشر رحمه بالناس وبالحيوانات وبالحجر هو النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مخلوق كان حريصا على منفعه الناس وحب الخير لهم هو النبي اكثر انسان تسامح وعفى عن الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم واكثر شخص تعرض للاساءه والاذى والاستهزاء والسخرية هو محمد صلى الله عليه وسلم حتى اليوم حتى هذه اللحظة يتعرض للتشكيك والاستهزاء والأذى من قبل المشككين والملحدين افتحوا الآن وأنا أتحدث معكم افتح انظر كم قناة على يوتيوب مثلا أو فيسبوك مخصصة لي... لتؤذي هذا النبي يتحدثون في عرضه، يتحدثون في نسبه، يشككون في كل شيء. يتهمونه بالعنف والقتل والارهاب ويتهمونه بالاساءه للمراه تهم كلها باطله. حتى الان انظر اكثر شخص اسيء له عبر التاريخ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على الرغم من ذلك كان صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله وهذا فيه درس لي ولك اخي الحبيب لذلك انت عندما تقول صلى الله عليه وسلم او تقول اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا يجب ان تتذكر ان النبي صبر كثيرا فأنا أصبر كما صبر النبي النبي أوذي كثيرا مهما تعرضت للأذى لن أبلغ ذرة من الأذى الذي تعرض له النبي منذ 1400 سنة وإلى هذه اللحظة فلذلك أتذكر تسامح النبي أتذكر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أتذكر كيف كان حريصا على حب الخير لغيره اتذكر كيف كان حريصا على ان ينقذ الناس من نار جهنم هذه المعاني اخي الحبيب يجب ان تستحضرها وانت تقول صلى الله عليه وسلم لتاخذ فوائد هذه الصلاه ولتكون مع النبي عندما تصلي عليه كثيرا في الدنيا تكون معه يوم القيامه يجب أن تتخيل أن هذا النبي قريب منك الآن، وهو حي على فكرة، النبي حي صلى الله عليه وسلم، ويرد عليك السلام والله يخبره وينبئه ويبلغه سلامك، لذلك عندما تقول صلى الله عليه وسلم يجب أن تستحضر هذه المعاني وتتذكر أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر إنسان أكرمه الله لأنه نجح وتعرض لكل أنواع البلاء ونجح فيها فيجب أن تنجح في البلاء الذي تتعرض له الآن وتصبر حتى تلقى هذا النبي نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على حوض الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم وأن نكون معه في الجنة وأن نكون قريبين منه إن شاء الله جميعاً قال أقربكم مني مجلساً أحاسنكم أخلاقاً فلذلك أخي الحبيب عندما تصلي على النبي تذكر خصائص وشمائل وأخلاق وتواضع وصبر هذا النبي الكريم صدقني ستستمتع بالحياة أكثر سترضى بقضاء الله اكثر وسيكون لديك طموح كبير طموح عالي جدا انك تنتظر لقاء هذا النبي بعد لقاء الله تبارك وتعالى وتنتظر ان تكون معه في جنه الفردوس ان شاء الله ان شاء الله نكون جميعا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق